أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك الصابرون لهم ثناء من ربهم في الملأ الأعلى ورحمة عظيمة وأولئك هم المهتدون إلى الحق والرشاد. يا لها من مكانة عظيمة ومنزلة كريمة. قال ابن القيم رحمه الله كل واحدة من هذه الثلاث أعظم من الدنيا وما فيها وما أروع تشبيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين قال نعم العدلان ونعمة العلاوة والعدلان الصلاوات والرحمة والعلاوة الهداية فما معنى هذا التشبيه؟ كلنا نعرف طبعا في البادية أن الجمل هو وسيلة النقل الأساسية ولحمل اي حموله لابد من توزيعها الى قسمين متساويين على ظهر الجمل حتى لا يطيش، وهذان هما العدلان. وفوق ذلك زياده من الله عز وجل وتكون اعلى السنام وهي العلاوه. فالله عز وجل كريم يعطي الصابرين افضل مما يسالون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون. خدت بالك من اسم الإشارة للبعيد أولئك هذا لعلوهم في المنزلة والمكانة والأجر وتكرار اسم الإشارة أولئك لتأكيد هذا العلو وهذه المنزلة الكريمة أولئك عليهم صلوات من ربهم متتالية متعاقبة يتلو بعضها بعضا لا بد أن هناك فرق بين صلاة الرب وصلاة الملائكة وصلاة العبد فما هو؟ أما صلاة الرب فهي ثناء في الملأ الأعلى وأما صلاة الملائكة فهي استغفار للعباد وأما صلاة العبد فهي دعاء لله عز وجل ورحمة ممن من الله ورحمة الله واسعة وهي أصل كل الرحمات ويكفيك أن تعلم أن الله عز وجل قسم الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل جزءا واحدا للأرض به يتراحم الخلق قال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه رحمة أي أمنة من العذاب وأولئك هم المهتدون للحق والصواب والرشاد وأولئك هم المهتدون للصبر عند البلاء والاسترجاع أي قول إنا لله وإنا إليه راجعون يقول الله سبحانه ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة جزاكم الله خيرا